نحن رح ننطر تحمى اكيد المقلاية مثل ما شايفين. نحن بهالطريقة عم نضيف السكر تدريجيا. هلا مثل ما شايفين عنا السكر داب اول دفعة، فينا نضيف كمان الدفعة الثانية منه بهالطريقة. كمان بننطر لحتى لي يذوبوا. نحن مثل ما شايفين هون عنا راح نضيف كمان، مجرد ما يصير عندي يعني لون اشقر او بلش يتكرمل بنضيف الدفعة الثانية او الاخيرة. نتجنب حركة كثير، ولكن مثل ما شايفين الحرارة عم تاخذ الجناب، تحريك بسيط. هون طبعا بننطر لحتى لي كله يتكرمل، يصير عندنا لون اشقر غامق مثل ما شايفين عم بعبق لونهم، بنغمقه اكثر. وطبعا مجرد لازم تنتبهوا هون، لازم تنتبهوا إضافة المي ما يطرطش علينا كرمال أكيد ما نحترق. مثل ما شايفين هاي المرحلة من الكراميل، رح طفي النار وضع نقطتين من المي بهالطريقة هيدي، ننطره تيهدى. نضعه بقعر الجاط، فينا نسمكه شوي ما في مشكلة، فينا كمان هون. فينا نضيف كمية الكراميل كلها تغطي أكثر من هال يعني السماكة اللي شايفينها. هيدي المرحلة بينما يبرد الكراميل راح نحضر الكريم. تحضير الكريم، بيض عدد ثلاثة. هلا بهالوقت رح نوضع سكر 100 جرام، حليب 230 جرام، ومي تقريبا 500 ملي. هون 230 جرام رح اوضع المي مع الحليب البودرة، وطبعا تحريك. فينا الحليب إذا بدكم نسخنه، ضروري يتفكك مزبوط الحليب. في ناس ممكن تستعمل الحليب السائل، أنا ما بنصح بهالوصفة أبدا، ضروري تستعملوا حليب البودرة. رح نشوف كيف حركنا السكر والبيض بهالطريقة هيدي، تحريك. رح يكون عندي طبعا من الفانيلا، فانيلا تقريبا شي 12 ملي، عندي من الفانيلا بالهاند ميكسر. كثير سهلة الوصفة، هيدي الطريقة. نضعه فوق الحليب كمان على الخفيف، بذكر إذا حجم البيضة متوسط فيكم تضيفوا يصيروا بيض عدد أربعة، سجلوا هالملاحظة. هون عندي صاروا جاهزين، رح أكيد أضعهم بالقالب، وطبعا لازم ضروري انهم يتصفوا، ضروري يتصفوا. عندي فرن على حرارة 160 درجة،
مثل ما شايفين صار عندي طبقتين كراميل. فينا نضيف لنا فينا نزيد الكراميل، لكن الوصفة هون نحن لحتى اللي نكملها عندنا وصفة الكيك. نحن اخترنا نعمل الشوكليت، عندنا كمان وصفة كتير سهلة. في شيء بعد ناقص يعني، هلا نحن عندنا ثلاث خلائط ممزوجة، ثلاث مكونات. ايه كمان بيض عدد ثلاثة فينا نخلط مع بعض، لكن ثلاثة عدد بيض، 100 كمان 105 من السكر. كمان رح اوضع من الفانيلا 12 جرام من الفانيلا، 3 عدد بيض، 100 من السكر، عندي زيت نباتي 105 جرامات رح اضعهم مثل طريقة المايونيز والوصفة على الشاشة. والوصفة بعد فيها شغلة كتير كمان مهمة، اللي هي 118 ملي من المي، رجاء ميزان صغير. انا ما عندي كبايات هيك صغيرة، كلهم كبار. انت بتجيب كبايات بلاستيك وتوفر. انا كريم. اوكي هلا اوكي عندي هي بستعمل الرغوة هيك البيض يعني رافخة ضروري انه تفكك البيض مع المزيج. هون عندي طحين 90 جرام، 12 ملعقتين صغار 12 جرام من البيكنج باودر، 21 جرام او ملعقتين كبار من كاكاو باودر. طحنتهم. وصفة اليوم اللي هي جوزيف رح نضيفهم بها يلا اتكل على الله واهربوا 100%. ما مندور على السريع كرمال ما نطرفش الطين، كمل على الخفيف. لكن بنرجع نذكر مشاهدينا، اول ما وضعنا طبقه الكراميل الموجوده بالكعب، ثاني طبقه الكريم، وهلا عندنا طبقه الكيك. بنخلطهم مع بعضهم وراح يتفرقوا بعد شوي. وراح يتفرقوا، الله لا يفرق. قدرت قادر. محبين عن بعض. قدرت قادر. طبعا كل شيء بقدرته. خلص. شكرا جوزيف. لحظة في الجرام. لعطات. في الجرام. اوكي جوزيف. مثل ما شايفين. اوف. بسم الله عليك على قد طلعوا. صاروا. هاي الوصفة رح نضعها على حرارة 160 تقريبا. حرارة 160 أول مرحلة طبخ رح تكون أوكي. أول مرحلة طبخ رح تكون للكراميل. وبحب كمان أذكركم ضروري جدا إذا كانت يعني إذا كان عندنا صينية أعلى تكون المي لهيدا المستوى. ضروري تكون المي لهيدا المستوى تقريبا. هلا هون عندي حرارة خفيفة تقريبا 150، عندي حرارة 150 على الخفيف. بعد هو إذا حرارة قوية بياخذ معنا 3 ربع ساعة، في ناس بيطلع معجن معه. إذا حرارة خفيفة قديش؟ حرارة خفيفة رح ياخذ 3 ربع ساعة. 3 ربع ساعة بس. الماجيكال كيك يا جوزيف اللي هو رح فرجي المشاهدين. روح على البراد. كثير طيب. انا اخترت هيدا مشاهدينا او فيك تستعملي هيدا مدام او اي قالب تاني شرحنا بداية الحلقة استعملوه. مثل ما شايفين الكراميل الكريم والتشوكلت كيك كيف انفصلوا عن بعض عن بعض. برافو شيف. ماجيك. برافو. لكن بهالطريقة ناخذ الجناب كلهم. ما شايفين؟ هو لازم يكون الكعب على الوجه؟ صحيح. اوكي.
شاف سلم ايديك ايديك مال زيادة. هاي وصفتنا لليوم جوزيف، نحن متشكرون و ثانك يو شيف.